شرط. اشرط يا عمي لطفي بيه، اشرط زي ما يعجبك يا جدر العيلة الأصيل. هو احنا من غيرك لينا ذكرى ولا معنى؟ ده لولاك علينا كان زماننا مشردين. يا جماعة يا جماعة سيبونا من الكلام ده، مش عايزين نتعب عمي. لو سمحت يا عمي، أنا ليا تذاكر مجانا، أخد حضرتك وألففك العالم. تلففني العالم؟ يا جمالك بقى شايفني متلقح على ظهري وبتحرك بالتيلة وتقول لي ألففك العالم؟ طب اتلهي بقى واسكت يا أخي. خلينا هنا، أشرط يا أخويا يا لطفي زي ما أنت عاوز. ده أنت لو طلبت عيل من عيالي ما يغلاش عليك. صحيح يا أحمد، يعني لو طلبت منك إنك ترمي ابنك نبيل من البلكونة ترميه؟ يعني لا لا لا، لو يهون عليك يا أخويا أرميه؟ السلام عليك يا أحمد، طول عمرك منافق زي أمك. إيه ده؟ عيب أوي كده، ما يصحش. أنا مش عيل صغير علشان تهزقني. أبوك هو اللي كان بيفرق بين أمك وأمي. أمك كانت عايشة في دنداشة وفرفشة، وأمي أنا كانت كئيبة. أمك كانت غلوية وغبارة. أمي أنا؟ أمي اللي كانت غلوية ولا أمك اللي كانت طويلة اللسان؟ خلاص. إيه؟ هي حصلت لحد كده؟ أنت اللي ابتديت. خلاص بقى يا جماعة، مش معقولة كده. وحيد الله، ده انتوا الكبار والقدوة، تردحوا قدام العيال. يا عم أحمد أفندي، مش كده معقولة تفور دم العسل السكر الشربات بتاعنا؟ اسغدي يا جمالات سكتي. روق 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 واشرط يا جدر العيلة الأصيل، اشرط. خلاص خلاص خلاص، حصل خير حصل خير يا عم، اتفضل كمل كلامك يا عم. تلموا بعض وتجيبوا لي حمدي ابن صدقي ابن عمك رشدي. ايوه. وانت يا احمد تجيب مراتك ولادك الاثنين بكره الساعه 4 فتح المظاريف. مظاريف؟ مظاريف ايه؟ انت هتدخلنا مناصه يا عمي؟ هي ناصه مظاريف قلبي. ما انا هفتح لكم قلبي واقول لكم على السر المكنون اللي مفيش حد فيكم يعرفه. اعتماد. نعم. هاتلنا رغيفين عيش عشان نأمرهم على قفل بهواه. ما تردش عليه، ده تروبش طول عمره. تعال. قلبك ابيض. لا مؤاخذة، على فكرة يا بوستيش، أنا عندي ليك سؤال. ممكن؟ اتفضل يا فرقلوص، اتسائل. أنت عايش ليه؟ زينة، كمالة عدم. صح. أنت عالة على الكرة الأرضية. أيوه. أنت إنسان ملوش معنى. تافه. أيوه. فاشل. سقطت ونجحت في سنة تانية ثانوي بعد ما استنفذت جميع سنوات الرسوب والاستثناءات ولجان الرأفة. يعني بالاختصار انت احقر شيء في عيلتي انه علي. انت لا سكر ولا عسل، انت زفت وعطران. طق اتفرس، شعل النار. انا الوريث الوحيد. اتنطط بقى زي فرقع لون. يا عم روح قدامي. طب يلا 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 يلا. كفك كفك يا بنت الحنوت. وش معنى يعني بكرة الساعة 4؟ هو اللي قال كده. 4 ولا 10، مدام فيها فلوس نروح. نروح ان شاء الله الفجر. لازم انا كمان يا بابا؟ كلنا. انا اصلي بقى الصراحه مش بلع مروحه هناك خالص. ما تزعلش مني يا بابا، انا بخاف قوي من قرايبك دول. ان جت الحق هم هيتفتنون بلاد، انا ما بقبلهمش، دمهم تقيل قوي. هو انتوا هتناسبوهم؟ اهي مره ومش هتشوفوهم تاني. نروح نروح يا بابا نروح. انا بفرك هتجنن، نفسي اعرف ايه السر ده. كويس انكم هتاخدوني معاكم، كان زماني قاعدة في البيت بكلم نفسي. يا ترى هنلاقي حمدي ده؟ هنلاقيه. هيروح فين؟ انا هجيبه من تحت تقطيع الارض. هو هيكون يا اما في البيت اللي في المنصورة
يا اما في البيت اللي في البلد. انا عمري ما شفت حمدي ده. انا شفته كذا مره. ايه في الكبوت؟ طيب. انا عارفاه كويس قوي، وده اللي مخوفني لانه حقاني زياده عن اللزوم. طيب اتفضل. شكرا. عفوا. ازيك يا مودة؟ بنفضه من الكليب. انا متغاظة، هطق، هموت، نفسي اعرف ايه السر ده؟ ليه جايبهم ومجتمع بيهم وقاعد بيهم كل ده كان؟ شوفي بقى يا اعتماد، مدام رشدي معرفش السر اللي قال عليه عمك، يبقى مفيش حد فينا هيعرفه غير بكره الساعه 4 زي ما قال. يا ربي يا ربي، ايه الغموض اللي انا عايشه فيه ده؟ فين والعيله بتاعتنا كلها كده؟ كان الراجل منهم يمشي في الشارع وهو حاطط ايده على بقه وعمال يتلفت ويعمل بعينيه كده، الناس احتارت فيهم تقول الله الراجل ده وراه ايه، الراجل ده وراه ايه، يتضح في الاخر انه كان مخبي بقه بايده عشان بياكل ملبسه. دي هيافه. لا وانت صادقه، دي عداوه. الله يرحمه بقى جد الباشا. ايه جد باشا؟ ما تبصيش لشكلي، كان راجل قروب الله يرحمه بقى، وكان متجوز 9 ستات ومخلف منهم 108 نفر، مخلف سريه بحال. 5 ستات من اللي سابوه واللي اتجوزوا رجاله تانيين خلفوا 28 نفر. جدي بقى كان واعي، كان دايما يوقع بين مراتاته عشان ما يتفقوش عليه، فكرههن في بعضهن، وهن زرعوا كرههن في ابنائهن، وابنائهن ورثوا كرههن وورثوهن، وهانت عليهم الايام وهن والهن الهن الهن الهن. انا ساعات بندم على اني من العيله دي. ما تعمليش في نفسك كده، العرق يطقلك ولا حاجه، يعني الواحد فينا بيختار امه ولا ابوه. حكمتك يا رب، حكمتك يا رب، انما انا نفسي اعرف ايه السر اللي مخبيه عمك. يا ستي ما تقلقيش، قلقانه ليه؟ قال يا خبر بفلوس. وانت يعني مش قلقان على الفلوس؟ لا مش قلقان، انا قلتلك قبل كده ان عمك من حقه قانونا انه يتصرف في التلت بس، وايا كانت الاسباب اللي هو بيقول عليها دي ملهاش دعوه بيا. طب اشمعنى دلوقتي تكتلوا عليك كده مره واحده؟ حقد. اهلا اهلا يا جمالات. اهلا يا حمد، نورتونا. الله يخليك، كويس انك موجود، لو ما كناش لقيناك كنا هنضطر نروح لك البلد. الحمد لله على السلامة. الله يسلم. خطوة عزيزة فعلا. الله، أنا كان معايا حاجة. فتحي فتحي فتحي، ده كلام يا قفص، سايب المفاتيح في العربية. فتحي ابن عمك يا حمد. اهلا يا فتحي، معقولة يتضح في الاخر انك انت ابن عمي؟ ده ايه الصدفة الغريبة دي؟ اتفضل اتفضل. اتحرك، مالك متنح كده؟ ها؟ اقعد. انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ انا اعرفه انه الاستاذ عبد الحميد، اعرفه من 2 3 كده. ما هو ده اسم الشهرة، إنما اسمي اللي في شهادة الميلاد عبد الحميد. غريبة، معقول تبقى ابن عمي وأقابلك وأتعامل معاك وأنا معرفش إنك أنت ابن عمي؟ إحنا كده عيلة النقل، أقرب وأغرب. إيه؟ مالك؟ فتحي، رحت لحد فين؟ لا لا انا مستغرب على الدنيا. طيب قوم يا حمد البس بقى بسرعه عشان نخرج. على فين؟ عمك العسل عايزك يا سكر. انت اللي فيهم يا حمدي، انت الغالي، ابن الغالي حقيقي. ابوك ما كانش سقيقي،
إنما كان غالي. آه ما هو كان واخدك على هواك، كنت بتعطه سوا. اسكت أنت، وماله لما عط حقي؟ كلنا اجتمعنا اهو، هات ما عندك. انت قول يا سكر كل العسل حواليك. فين جمالات؟ لسه ما جاتش لحد دلوقتي. الساعة 4:15، هي اتأخرت كده ليه؟ بتجري مني ليه؟ هتجري من بنته؟ انت عايزة مني ايه يا حبيبتي؟ خلينا نروح زمان لطفي فتح المظاريف. ما هو انت لو تسمعي كلامي هترتاحي. هو انت عندي كلام يسمع؟ ماما ايه؟ بس كفاية، انا سكتلك من الصبح. اوقف المعزله دي. معزله القسوه دي؟ ايه القسوه دي؟ قلبك بقى حجر؟ ايه اللي بيجري في عروقك ده؟ ايه دم ولا رمله؟ فين صدرك الحنين اللي رضعتيني منه؟ نهار اسود، انت هتجننيني يا بنت. ابقى ام ازاي اذا كنت لسه ما اتجوزتش؟ لدرجاتي بتنكري بنوتي؟ يا لا، لدرجاتي؟ مش صعبان عليك سنين عمرك اللي ضيعتيها في تربيتي؟ يا ماما ده انت شلتيني ببطنك 9 أشهر. الحقيقة انت تستاهلي تشالي 30 شهر. طب انا هفكرك بعمارة مولدتيني بقيصرية كمان. لا مولدتيني يا ماما، كان واحد طوبة. انت اللي عايزة طوبة في نفوخ. اضربيني بالطوبة، موتيني، اقتليني، انا ناقصة تربية. انا فعلا ما تربيتش صح. امي بتربي بنتها. امشي انت وهو في ليه؟ فين دول؟ امي بتربي بنتها. انتوا ايه؟ اه صحيح، امشي يا ولد انت وهو. اجي يا حبيبي العب بعيد. ماما ايه؟ اعملي اي حاجه فيا بس ما تحرمينيش من الامومه. انا اللي نفسي اجرب الامومه. ارحميني يا ماما، ارحميني. بتعملي فيا كده ليه؟ اذا كنت عايزه تحرميني من بروتي ما تحرمينيش من اموميتي. اموميتي؟ انت هتجننين يا بنت. يا عالم يا هو الحقوني. ماما ماما يا حلوه يا احلى غنوه. ماما فين جمالات؟ اتصلت بيها دلوقتي في الشغل، قالوا لي نزلت بقالها ساعتين. يمكن تكون راحت مشوار كده ولا كده، ولا يمكن راحت تعمل شعرها عشان خاطر الاجتماع. مش ممكن، عمرها ما تأخرت، لازم تاهت في السكة. ايه هي عيلة صغيرة ولا ايه؟ زمانها جاية يا عمي، يعني هتروح فين يا عسل؟ ايوه بس ايه، عمرها ما تأخرت، وحتى لما بتتأخر بتقول لي انها هتتأخر، والنهارده بالذات مش ممكن تتأخر عشان الاجتماع. انا خايف. ما تخافش يا دون جوال. خايف؟ بتخاف على جمالات؟ ده لو طلعوها في الشارع اسد هتاكله. لا اكيد اكيد جرى لها حاجه. حمدي بلغوا الشرطه، بلغوا الهلال الاحمر. جرى ايه يا لطف يا اخويا؟ ما تعقل بقى وبلاش جنان. الله، بلاش خوت الدماغ بقى يا اخي. يبقى قول لنا على السر اللي انت عاوز تقوله وبعدين ابقى ادور على جمالات بتاعتك دي. وانت مالك انت يا جمالات؟ ساتر يا خرابي. انت تاني مو وحشتيني. بقول لك ايه يا حبيبتي، اذا كنتي حراميه وطمعانه في قرشين اتفضلي، ادي الشنطه بتاعتي بحالها اهي، بس سيبيني امشي اعملي معروف. انت حراميه مش كده؟ لا انا بنتك. بالعافيه. لا بالولاده. خلاص بنتي بنتي، اسمعي كلام امك وروحي. يلا يا حبيبتي. اروح ازاي؟ هسيبك ازاي؟ ده انا ما صدقت لقيتك بعد السنين دي كلها. في ام ترمي ضنها في الشارع؟ انت ايه قلبك حجر؟ انا هشتكيك المركز رعاية الطفولة. مش كفاية طفولتي المشردة اللي عشتها من غيرك يا ماما؟ وخديني في حضنك. ايوه ضميني، طبطبي عليا وحبيني، ولا اقولك فليني. اللهم طولك يا روح، حطم زمارة رقبتك باين. اخنقيني، موتيني، صورك هتتنشر في الجرايد وهيقولوا الام القاتلة. يالا الام السفاحة. يالا ادي النهار الضلمة يا اخواتي. يلا يلا ربنا يهديكي.
يلا روح لبابا اللي مستنيكي بقاله 10 سنين. مستنيني فين بابا ده؟ في عش الزوجيه اللي هجرتيه. انا يا بنتي لا دخلت عش زوجيه ولا عش غراب حتى. كمان مش فاكره ان ليكي جوز وانت جوزته؟ بقول لك ايه، انت طلعتي لي منين؟ من بطنك، مش انت اللي خلفتيني؟ طب والله العظيم يا بنتي انا لا اعرفك ولا شفتك قبل كده. اعملي معروف يا حبيبتي، اجري دوري على امك شوفيها فين. يلا حبيبتي. حبيبتي الحاله رجعت لك؟ حاله ايه؟ انفصام الشخصيه. لا بقى الحقوني يا عالم يا ماما. الساعه بقت 5:30 ولسه ما جتش، يا ترى انت راضي فين يا جمالات؟ يا عمي انا مش شايف اي داعي اللي حضرتك بتعمله. يا عمي انت بتحرق دمك من غير اي داعي، اعصابك ما تستحملش. مالكش دعوه انت. هتروح على فين بس يا عمي؟ هدور عليها. يا عمي هو حضرتك قادر تمشي؟ طب شيلني وانا ادور عليها. يا راجل يا راجل اعقل بقى، انت اتخبلت في مخك؟ ما تتحرق جمالات دي وتغور في 60 داهيه، انت عاوز منها ايه؟ مالكش دعوه انت، اسكت انت. حمدي نعم، خد صورتها وانشرها في الجورنال. آه. وانشرها في الباب المفتوح. خرجت ولا انت يا اخوانا الراجل عقله حيشت على جمالات، ما تعملوا حاجه يا جماعه. حد يسال عليها؟ مش يمكن تكون راحت عند حد من اصحابها؟ اصحابها؟ سلامات يا اصحابها، ضحكتني وانا في الانتريه. هي اللي زي دي يرضى حد يصاحبها؟ اللي انا عايز افهمه دلوقتي، هو ماله ملهوف عليها كده ليه؟ يمكن يكون بيحبها ولا حاجه. انا مش فاهم انتوا قلقانين على ايه يا عسل؟ ما بناقص نفرايا من عيله النقل. ربنا عالم بالحال، يمكن الفلوس اللي كانت هتاخدها تتقسم علينا. ايوه بس يمكن يكون حصل لها حاجه. يا ريت يكون حصل لها حاجه، تبقى جت من عند ربنا. ما تقلقوش قوي كده، زمانها جايه زي قرد قطع. يا رب يا رب. قادر يا كريم، عيار طايش يطقف نفخها ويقول تح. جاتلك حاله الشيزوفرينيا دي من 12 سنه. كنا نقوم من النوم نلاقيكي ماسكه سيف ولابسه قناع. اقول لك مالك يا ماما؟ تقولي لي انا مش ماما، انا زورو. يا حلاوه. ايه وهي الحاله رجعتلك تاني بس المره دي اشد من الاول. يا حبيبتي انت عامله ايه وعايشه فين؟ عايشه مع سوبرمان. انت اتجوزتي سوبرمان على بابا؟ تعالي تعالي. فين؟ هعالجك، هصرف عليكي من جنيه ل 10,000. هتوديني عند سوبرمان؟ لا هوديكي عند الدكتور. لازم ترجعي تنوري بيتك زي الاول، لازم ترجعي زي الورده في وسطنا تحميني وتحبيني. تعالي. طيب ماشي. تاكس. تعال ركبي. اتفضلي انت. ركبي يا حبيبتي. هنروح فين طيب؟ ركبي. طيب خلاص خشي جوه على السرايا الصفرا يا اسطى. بس احنا فين؟ هنا بيتك ومطرحك يا ماما، هنا هترجعي ماما بتاعت زمان. ايوه ماما استني. حقوني حقوني يا اسطى. الحقوني منها، بقى لها 3 ساعات من الشفه دمي. الحقوني، امسكوها المجنونه دي. مجنونه؟ انا برضو المجنونه، هي اللي مجنونه يا ماما. يا ماما ده جزاء يا ماما، تكلم المجنونه تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. يا ماما امسكوها، هي مجنونه. انا عارفاها ام وانا عارفاها مجنونه غصب عن ستا. جدن لما يبقى يلخبط فيك بتتفرج علينا. امسكوها المجنونه دي. انا اللي مجنونه برضو ولا انت؟ طب تعالى معايا. لا هي اللي مجنونه، امسكوها. يا مجنونة يا مجنونة يا مجنونة. يا جمالات يا جمالات، يا ترى انت رحت فين يا جمالات؟ بابا يابا دي ليلت الدنيا، ليلت يعني عدت 12 بعد نص الليل، يعني خلاص قوم نام بقى دلوقتي، وبكره الصبح ان شاء الله هنبقى نعرف كل حاجه من الجرانين. ربنا يكون استجاب له دعايا وطفشت اللي حد رماها في النيل. جت افتحوا افتحوا. يا سلام فرحان قوي. جت افتحوا افتحوا يا اعتماد افتحوا. يا ترى مين مين؟ ها جت؟ لا لسه.
ما لقيتهاش يا عمدي. يا عمي انا ما سبتش لا اسم ولا مستشفى غير لما دورت فيه. حلو. يبقى حصل. يا عمي كفاية. ما تعملش في نفسك كده يا عمي. حمدي. نعم. ودور عليها. دور عليها في اي حدة. دور عليها في النيل عشان خاطري في النيل. اعوذ بالله. ليه الفن الوحش ده بس يا عمي؟ امال يعني امال يعني حتكون راحت فين؟ يا دوختي تاني. جمالات الحمد لله على السلامه يا جمالات. انا مش قلت هترجع زي قرد قطع؟ كنت فين؟ قلقتينا عليك. ايه اللي جابها بس؟ ايه اللي جابها؟ ما كنا مرتاحين. كنت فين يا جمالات؟ على اللي حصل واللي جرى لا ينكتب ولا ينقرا. خمس ساعات احاول افهم فيهم اقول لهم انا عاقله مفيش فايده. لما كانوا هيجننوني بصحيح عملوا عليا كل الاختبارات، جلسات كهربا، حقن عقل باطني، كشف هيئه، كشف تركيز والوان، وفين وفين على ما سابوني. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا جمالات؟ اسكت يا اخويا اسكت اسكت اسكت. أما حتة يوم يوم من عمري خديتيني عليكي يا جمالات، كنت حموت عليكي يا جمالات. صحيح يا لطفي. إلا صحيح، ده أنا من غيرك كنت زي الواد الصغير اللي وقعت من بقه البزازة. إيه اللهفة اللي في عينيك دي يا لطفي؟ ما عرفتش قيمتك إلا لما بعدت عني. أنت المنى والأمل، أنت الدنيا والأحلام، أنت مستقبلي، وأنت هوايا أسارع الموج والأهوال. وحشتيني يا حبيبتي وحشتيني. أنت أكتر يا لطفتي. يا جمالتي. يا سهادي. يا جمالتي. يا أخويا يعني عامل لي فيها قصوة ليلى. يا أخي سيبني ما وفرسني. مين؟ جمالات. قربتي يا جمالات يا أحلى العانسات. إزايك؟ إيه؟ بتقولي إيه؟ في مستشفى المجانين؟ وسابوكي؟ لا لا لازم جننتي المجانين. طيب بقولك إيه؟ الساعة 4. ها؟ الحمد لله على السلامة. أيوة يا رشدي. الساعة 4 تاني؟ اشمعنا الساعة 4 دي بالذات؟ ده معاد رزل قوي. استحملته مرة، هستحمله تاني؟ الله. معلش إيه؟ طب هنتغدى إمتى؟ أنا بجوع الساعة 4. ها؟ صحيح؟ كويس قوي. أهو يبقى واحد من العيلة اترقى ودخل مستشفى المجازيب. جت كل هم. ولا فتحي. ايه؟ ما تنساش معادنا بكرة الساعة 4، هنروح لعمي لطفي بيه. بكرة؟ يا خبر، بكرة الساعة 4 اكون في زيورخ. ايه؟ زيورخ؟ طب ما تقدرش تبدل مع حد من زمايلك؟ طبيت يالا. لا مش ممكن طبعا. ايه اللي لا مش ممكن؟ لا لازم. ما هو مش ممكن انت كمان ما تجيش. عمك مش هينطق لما تيجي، شرطه كل الناس تبقى موجودة. طيب من هنا لبكره بقى يحلها ربنا. حلو، تصبح على خير. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ هتنام بدري كده؟ ايه الوخم اللي كابس عليك ده؟ وخم؟ اللي كابس عليا مش الوخم. امال ايه؟ اللي كابس عليا الرخامه. ايه ايه في ايه؟ مالك؟ انت مش ملاحظ يا فتحي ان عيلتنا كلها بقت رخمه؟ حتى انا وانت بقينا رخمه. لا يا اخويا انا مش رخم، انا دمي خفيف. اهو ده بقى اللي يثبت ان احنا رخمه بجد يا فتحي. مش عيلتنا رخمه يا ابني؟ يا فين العيله دي؟ عد غلاماتك يا جحا، واحده نايمه واحده مجنونه. انا اقول لك، انت مثلا مش طيار ونجح في حياتك؟ طبعا.
انما بليد الحس. يو بقى يا دي كلمه بليد دي، هي كلمه بليد دي هتفضل ورايا ورايا؟ بليد الحس وبليد في المدرسه وبليد في الكليه، حاجه عجيبه والله. ما انت اصلك بارد وتنح وما بتحسش خالص، مش حاسس بموضوع الفلوس اللي جايالنا من ورا العسل يا سكر. بتيجي معانا بس سلبي، لا بتقدم ولا بتاخر، على قلبك مراوح مراوح. انا ما بعقدهاش، النمله قد كده هكبرها ليه؟ ماشي يا عم رشدي، بلاش هرش مخ. هرش مخ؟ لا انت متسيب، احاسيسك عايزه انضباطات. انضباطات؟ انت هتخش لي بقى في العقد النفسيه والحمنتش الباطني والبعد الميتافيزيقي التاسع. ليه شايفني ارسطو قدامك؟ ما انا بكلمك بالبلد اهو، كلامي واضح. لا خليك سكر يا عسل، ما تحدقش معايا. بصلي انا عايزك تبقى ناصح زيي وفهمها وهي طايره. انصح انصح. انصح مين؟ انصح مخك. عايزك تبقى زيي، بقولك موجب. هات لي السالب وانا ابقى موجب. السالب موجود، سالب عسل وسكر. كلكم كاملين يعني؟ مفيش حد فيكم ناقص؟ لا يا انكل، كلهم ناقصين. ها تشكر يا سكر. اتفضل يا عمي، اتفضل يا قدر العيلة الاصيل. انا لمتكم كلكم هنا، وبالذات انت يا حمدي، علشان امنكم على امانة. انا سجلت وصيتي وفي الشهر العقاري. ايه في الشهر العقاري وانا مش داري؟ ابقى مدير اعمالك وكاتم كل اسرارك ومعرفش احوالك؟ له انت فاكر ان انا ما اقدرش استغفل واحد زيك ومية زيك؟ انت من غير ما تدري اللي وديتها للمحامي، وانت من غير ما تدري رجعتها من عند المحامي بعد ما سجلت. طول عمرك ده يا لطفي، وانت طول عمرك خيبة. ها ومعين بقى؟ لا 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 يا جماعة، ما فيش داعي بقى، انتوا بتهزروا مع بعض تحت الابوة جد ليه؟ اتفضل يا عم. خد يا حمدي الخزنة اللي قدامك دهية، فيها مليون ونص جنيه، وقلبة مجوهرات مليانة مليانة ألمازات وذهب وسبائك وحاجات يجيلها بنص مليون جنيه. خد يا حمدي، انت الوحيد اللي انا استأمينك. خد افتح الخزنة. حاضر يا عم. استنى طب حازم طب اسمع. نعم. افتح لهم العلبة فتحة صغيرة واقفلها اوام. يلا اوعى ايدك. ذهب. لا لا اقفل اقفل الخزنة يا حمدي، اقفل. خليه يشوف. اتفضل يا بيه. اتفضل يا عم. انتوا بقى انتوا كلكم لكم تلت المليونين، والواد ممنوح ابن اخويا الندل له تلتين المليونين. مرسي. ده اللي انت عارفينه، لكن الحقيقه مش كده. الحقيقه انكم كلكم لكم تلت مليون واحد. ايه
وممدوح الندل ده ابن اخويا له 300,000,000. نعم يا اخويا، نعم يا اونكل، والمليون التاني. من حق بنتي. بنتك؟ بنتي. بنتك منين؟ وجبتها انت دي؟ واحنا ازاي ما نعرفش حاجه عن الموضوع ده؟ انت هتحاسبني انا؟ ما هو المفروض يا عم ان احنا نعرف، انت كده برجلتنا بعد ما فاجئتنا. الله، ايه الحكايه يا جماعه؟ الله، مش المفروض ان احنا نفهم الموضوع الاول؟ اتفضل يا عم، اتفضل. زمان ايام الشقاوه يعني، كان عند اياميها 74 سنه، اتجوزت واحده غلبانه بنت حلال ملهاش حد، وكانت عبيطه وعلى نيتها. ده حتى مره قلت لها المكرونه بتنزرع صدقت. المهم قعدت معاها 3 أشهر وسافرت وسبتها. لما اتاخرت عليها سابت البيت وراحت عندي واحده صاحبتها في ضرب المهابيل اسمها 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 احسان. ولما رجعت من السفر، اصلا انا كنت مفتري قوي، لما رجعت دورت عليها ما لقيتهاش، وبعدين عرفت انها ماتت بعد ما خلفت بنتي. ايوه، ماتت بعد ما خلفت بنتك. انت ما حكيتش الحكايه دي من زمان ليه؟ اهدى، طالع لابوك مزواج. المهم يا عمي، هي فين البنت دلوقتي؟ عايشه ولا ميته؟ دي على كده كبيره بتاعت حاجه و20 سنه. يا عمي، البنت دي لسه لحد دلوقتي عايشه في ضرب المهابيل مع الست اللي اسمها احسان دي؟ ما اعرفش، انما اللي حازز في قلبي ومفتت كبدتي ان ما حدش طبعا طلع لها شهاده ميلاد. يا عينك يا جبيرك يا اخي، عندك بيت وما تعرفهاش؟ ده انت هتشوف يوم اسود من قرن الخروب. جريه يا جماعه كلكوا عليه. دي ضناعة ناسي جلى ملياسه. انا عاوزكوا بقى تتلبوا كلكم وتدوروا عليها، وانت بالذات يا حمدي دور عليها وشوفها هي فين واديها حقها في الورث. حاضر يا عم. انا ماشي يعني ماشي، ولما تبقوا تتفقوا ابقوا بعتولي. استنى يا عم، انا هوصل حضرتك. انا هستناك تحت. يلا يا اولاد. مش تستنى يا احمد بيه لما تشوف هنتفق على ايه. اتفضلوا اتفقوا، شوفوا مين فيكم اللي هيجي معايا عشان ادور على البنت. ضحكتني وانا متضايق. الحقي، قال عايزنا ننزل معاه ندور على البنت. جريه يا جماعه، انتوا ليكوا كلام تاني غير ده ولا ايه؟ عسل يا سكر، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما تخليك مسكر كده على طول، هتحدقها ليه؟ ندور على مين يا استاذ عبد الحميد؟ ولا كاننا سمعنا حاجه. جريه يا جماعه، انتوا بتتكلموا جد؟ جرى ايه يا سحندي؟ ايه يا اخوي؟ تصدقت لطفي؟ ده راجل كبر وخرف. لو اتقسم علينا احنا الخمسه 300,000 زي ما يتقسم علينا احنا الخمسه 300,000,000 يا سكر. دي بنته بالاسم بس، تاخد فلوس بتاع ايه؟ ايه يا جماعه اللي حصل ده؟ معقول؟ انتوا بتفكروا ازاي يا ناس؟ يا ناس فوقوا بقى، ده لحمنا ودمنا. لحمنا ودمنا؟ يا دي لحمنا ودمنا اللي فلقتونا بيه يا اخي. بقول لك ايه؟ انت بالذات نصيبك 300,000,000 حتى لو لقينا البنت. يعني لو قعدت تصرف فيهم طول حياتك مش هيخلصوا. طب واحنا يا استاذ عبد الحميد، دي الحاله مقشفره خالص وانت عارف اللي فيها. الله بقى، ثم ان البنت دي اتعودت على الفقر خلاص، يعني لو لقيتوها واديتوها الفلوس مخها هيتلحس. ولا يمكن تطلع هبله زي امها وتضيع الفلوس. افرض ان حد ضحك عليها ولحس منها العسل ده كله.
معقول يا ناس؟ معقول هيجي لكم نوم وانتوا حاسين ان بنت عمكم ملهاش مستقبل وضيعه؟ معقول؟ الله، ابوها هو اللي ضيع مستقبلها. واحنا من؟ انا بقول لكم ايه، البنت دي هندور عليها، الراجل اللي مرمي جوه دوت حملنا امانه، انا شخصيا هعمل بالامانه دي، ومسؤوليتنا كلنا ان احنا لازم نلاقي البنت. انا شخصيا سكر على كده مش هدور على حد. وانا جديد ما اعرفش حاجه. وانا ما سمعتش. وانا ورا جوزي وانا وحدانيه وغلبانه، ده انا عايزه اللي يرعاني. خساره، انتوا فعلا ناس قلوبكم كلها ضلمه، ضلمه ما فيهاش نور بعد كده. بس انا عايز اقول لكم حاجه، انا شخصيا متنازل عن نصيبي في الميراث، انا مش عايز اي حاجه، بس هدور على البنت ولازم هلاقيها. بس واضح ان حمدي ده مبسوط قوي، ورث فدان عن ابوه، باعه وعمل منحل في الاول، وبعدين ابتدى يربي مواشي، وهو ما شاء الله زي ما شفت عربيته شكلها ايه. دون انتوا بس اي مبلغ وشوفوا انا هعمل ايه. اي مبلغ؟ الوظيفه خانقاني، نفسي اعمل اي مشروع. ربنا حقق املك يا ابني، ويديك الصحه وياخد لطفي، والفلوس هتيجي وباعمل بيها اللي انت عاوزه. مش بقى لها فلوس بعد ده كله ولسه هنورث؟ طبعا، ما كفايه احباطات بقى يابا، انا عايش نفسنا في اوهام لحد امتى؟ ما خلاص باظت. إيه؟ عشان البنت اللي قال عليها لطفي دي؟ ايوه. مش هتورث لها مليون جنيه لوحدها؟ طب وانت ليه افترضت انهم لقوها؟ مش احسن ما افترض انهم مش هيلاقوها، ويلاقوها مش عايز اعشم نفسي تاني. طيب شوف، وبكره تقول ابويا قال لطفي بيحاورنا بيلعبنا، انا عجنه وخبزه كويس، هو نفسه يشوف رد فعلنا ايه. يعني هنعمل له ايه؟ هنمشي في الشوارع ندور له على بنته دي؟ طب ومين قال ان فيه بنت من اصله؟ يعني ايه؟ مش بقولك انا عجنه وخبزه كويس، ده فيلم بيمثله علينا، فيلم من افلام عيلة النقلي. معقول؟ ده شكله كان صادق جدا وهو بيحكي لنا عن بنته دي علشان يحبك الدور ويعيشنا في الفيلم. معقول للدرجة دي؟ واكتر، لطفي كبر وتعب، قعدة السرير تعبته، أذكى من عمك لطفي ده ما تلاقيش، لكن لما تعب وشغله وقف بيدور على حاجة دلوقتي يسلي نفسه بيها. الله، ده كده بقى يبقى بيتسلى بينا. عليك نور. يعني كل ده كدب؟ كدب. طب والوصية اللي هو قال لكم عليها، التلت مليون جنيه اللي هيفرقوا عليكم، برضو كدب؟ لا، اهي دي بقى مش كدب. اشمعنى بقى؟ علشان بيكره ممدوح عمى، هو وابوه كانوا بيكرهوا بعض طول عمرهم، وده جهل صالحنا، هو كتب لنا الفلوس دي علشان يغيظ ممدوح، انما اذا كان عليه هو نفسه يمص دمنا ما يديناش. يعني هنورث؟ هيبقى معانا فلوس؟ حمدي ده دؤوب وجد، وده اللي مخوفني منه، لو حط في دماغه انه يجيب البنت هيجيبها. مش ممكن، مش ممكن، ده كده حتى يبقى حرام. هو حرام بس، ده يبقى ظلم، افترى. احنا هنفضل طول عمرنا كده مش لاقيين الا ده؟ احنا اكتر ناس مضرورين فيكم. انا بيتهيألي يا قرايبي يا محترمين ان دلوقتي المصلحه بقت واحده، ولو البنت دي ظهرت هيروح مني مليون جنيه والنص اللي هناخده كلنا. لو ظهرت البنت دي، لو هتعملوا ايه مع حمدي؟ هو احنا هنقدر البلا قبل وقوعه؟ الاحتياط واجب يا سكر. طيب لو البنت دي ظهرت واختفت قبل ما ابوها يشوفها، انا هديكوا ربع مليون جنيه. بتفرق بالربع مليون يا بوستيج؟ مش احسن ما يضيع المليون يا فرق علوز؟ احسن. طب افرض البنت اختفت تاني،
هتعملوا ايه مع حمدي؟ انتوا ايه اللي بتقولوه ده؟ يا نهار اسود، اوعى يكون بيدور في دماغكم انكم تقتلوها. وفي الحاله دي هتضطروا تقتلوا حمدي راخر. امر يا امر. الحقيقه يا كوكي انا كنت جايه عشان اقول لك كلمتين. كلمتين وبس؟ الف كلمه. انت مش جبتي لي تنفيذ المشروع؟ قرار مجلس الاداره اتبغدت زي ما انت عايزه. ايوه، انت كمان هتكسب منه فلوس كتير قوي. ما انا عارفه. هديك عموله. اخص عليك يا لطفي، انا بتاعت فلوس برضو. ده انا كنت جايه لك عشان حاجه تانية خالص. قولي قولي يا حلوه يا ام عيون حلوه يا مستحيه. انا قصدي يعني على حمدي، لا قدر الله لقى البنت. ليه؟ هو انت مش عايزاه يلاقيها؟ ها؟ لا انا مش قصدي على كده، انا قصدي اقول لك يعني لو حمدي لقى البنت وانت اللي لا قدر الله فلسعت يعني بعد الشر عليك. قصدي يعني البنت غلبانه وشابه صغيره هتعيش طول العمر يتيمه الام والاب، لازمها برضو صدر حنين يراعيها، وانا الصدر الحنين ده. ما تتجوزني يا لطفي. هتجوزك.